تنزيله كل واحد محله. خلاص عود يا ابراهيم عود. نبيه بري رجل كل الأيام وكل الفصول في لبنان، الحاضر في يوميات السياسة الداخلية في تفاصيلها وجزئياتها، سيد اللعبة على امتداد 25 عاماً، ممسك بزمام المبادرة، متقن فن المناورة، راعي الحوار، قادر على إدارة التناقضات وصنع الأحداث والقرارات، ثابت وسط التحولات، متعايش مع عشرات الحكومات والرؤساء، وفارض نفسه رقما صعبا في المعادلة. قرب مناجم الماس في سيراليون حيث هاجر والده بحثا عن لقمة العيش في القارة السمراء، ولد نبيه مصطفى بري في 28 من كانون الثاني عام 38. أعيد إلى لبنان بعد سنة فتربى في كنف عمته بين كروم الزيتون والتين في تبنين، حيث تلقى علومه الابتدائية وعاش طفولة مشاكسة يطالب منذ صغره بالحرية والعدالة. تنقل بين المدارس في بنت جبيل والمقاصد والحكم في بيروت قبل أن ينال إجازة في الحقوق بتفوق من الجامعة اللبنانية، حيث ترأس اتحاد الطلبة، ثم أكمل دراسته العليا في جامعة السوربون ومارس مهنة المحاماة قبل أن تستهويه السياسة التي يقول إنه دخلها بشغف وحب، وبدأ بفرض نفسه على أنقاض الإقطاع السياسي الذي كان يتحكم بالجنوب. في خضم التحولات التي شهدها لبنان في سبعينيات القرن العشرين، برز نبيه بري إلى جانب الإمام موسى الصدر في حركة المحرومين، وتسلق سلم القيادة حتى أصبح رئيسا لحركة أمل من العام 80 بعدما غيب الإمام مع رفيقيه في ليبيا عام 78، واستقال الرئيس حسين الحسيني من منصب أمين عام الحركة. من الحرب والقتال في الشوارع إلى المشاركة في الحكم، حيث تنقل بري في مناصب وزارية في عدة حكومات إلى أن دخل البرلمان في أيلول عام 92 نائبا عن لائحة التنمية والتحرير، وأصبح رئيسا للمجلس في 20 تشرين الأول من العام نفسه، خلفا أيضا للرئيس الحسيني. منذ ذاك التاريخ وحتى اليوم أمور كثيرة تغيرت، رؤساء، حكومات، نواب، ظروف ومعادلات، رحلت جيوش وانتهت وصايات. بقي نبيه بري ثابتا وسط كل المتغيرات الداخلية والخارجية، أحسن التعامل مع خصوصية التركيبة اللبنانية وتوازناتها الدقيقة، وشكل ظاهرة فريدة للحلفاء والخصوم على السواء. يعود إليه الفضل الأساسي في إطلاق الحوار الوطني بعد حرب تموز عام 2006 وبعد أحداث 7 أيار التي انتهت باتفاق الدوحة، وعندما انفجرت ثورات الربيع العربي واندلعت الحرب السورية وفاحت روائح الفتنة في المنطقة، ابتكر صيغة الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله واستضافه في مقر إقامته في عين التيني، ويلقى على عاتقه اليوم دور الضامن لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. يعتبر إلى جانب النائب وليد جنبلاط من أكثر السياسيين ثباتا، سواء في صداقتهما المستمرة أو تشكيلهما صمام أمان للوحدة الوطنية. أشكر الزملاء النواب هذه الثقة الغالية التي عبروا عنها على لسان الزميل وليد جنبلاط، بعت لي رسالة بقول لي 1 2 3 نبيه يا حياتي. باختصار إنه نبيه بري، أبو مصطفى أو الأستاذ، عميد رؤساء البرلمانات، السياسي اللاذع الذي يختزن في داخله خفة الدم والشعر والأدب، طبع الحياة السياسية بنكهته. هو الذي قال يوما في أحدى مقابلاته: طول عمري مراهق وبعدني.